مين فيكم العيان؟ يعني انت شايف اتنين واقفين وواحد ملجح، هيكون مين العيان؟ ما يمكن حد فيكم العيان وهو كان زعلان عليه فقال يريح من الحزن شويه، راح مسلطح. ده اللفه الطويله دي ما بطل ماذا بتكشف. الساعي ايه؟ اثبت يا ابني، اثبت يا حبيبي. يا ابني اثبت. لا ما هو ثابت. ايه بالنسبه لكم انتوا ثابت، بالنسبه لنا احنا متحرك. بالنسبه لهم كالينز يعني. استغفر الله العظيم. افتح بقك يا بابا، افتح بقك يا حبيبي. يا ابني افتح بقك. ما هو فاتح بقه. ايه تاني؟ تاني هنضيع وقت؟ بقه عندك غير بقه عندنا. ايه ده؟ ايه ده؟ هي عسلية؟ ولا؟ ايه الغباوة دي يالا؟ الترمومتر ما عنديش غيره. وده اللي همك وزئبق اللي بلعه. العيال بتروح وبتيجي، أنا بجد معيش غير الزفت ده، أنا ماشي. تعال هنا، تعال هنا. كبير أنا قفلت. وأنا عازمك على غداوة. بجد كبير الواد ده قفلني قوي، أنت عرفت أنا لما بقفل ما بتاخدش مني أداء. ليه؟ طلال مداح. بقول لك إيه؟ كله بسبب الاختراع الزفت اللي أنت اخترعته. أنت هتفضل تحيرني طول عمري بالاختراع ده، غلطة يا سيدي. هو أنا الواحد اللي بغلط؟ العظماء هم اللي بيغلطوا. دييجو أرماندو مارادونا ساحر الأرجنتين، جاب جون في إنجلترا بإيده وعدت. بلاش دي، شكلك مالكش في الكورة. ألفريد نوبل العالم العظيم اللي اخترع الديناميت، اخترعه ليه؟ عشان أغراض نبيلة، عشان أغراض سلمية، لكن للأسف هو مات من هنا. وبدأوا يعملوا بيه حروب ودمار. ده عاملينه سندوتش دلوقتي. أيوه سندوتش اسمه الديناميت. طعمية على بتنجان على بيض. أيوه وساعات يقعدوا في القرنبيط. لا لا أبو سيدة. يقولوا اللبل. يا ابن الذين أبو سيدة عشان خاطري مش قادر. والفلفل المقلي. أوه أنا راجل سهل. سخن ده جاهز بينا. أنتوا رايحين فين وسايبين الواد؟ أوه أنت منايمني مغبطيسي ولا إيه؟ أنت كنت قدرت من التفاهة دي؟ اكشف على الواد، الواد سخن. مش هسخن بالسندوتش، اسمع كلامي. شغلك شوف شغلك. افتح عينك يا حبيبي، افتح عينك يا بابا، لا تكون ازاي ده. افتح عينك يالا. يا مامي هو عينه كده بتجدي ليه؟ ده بيجي شبه احمد فهمي بتاع واما. هو هيعمل بند. ما تخافش، ده كده طبيعي. طبيعي؟ لا ما هو طبيعي، السخونيه بتعمل كده. عارف عينه لو ما كانتش قلبت انا كنت قلقت. انا كده بتطمن. ده بيطير. هو ماله؟ ماله ايه؟ ما هو زي الفل اهو. زي الفل كيف؟ ده بيشعلك في الهواء. ما هو لازم يتشعلك في الهواء. عارفه لو ما كانش يتشعلك في الهواء انا كنت قلقت. انا كده بتطمن. انت جاي هنا عشان تطمن؟ ما تقول ايه اللي بيحصل. هي شكلها كده غازات، الولد دوت كان حاجه نفخته طيرته.